وصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر اتهامات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي بدعم جماعات إرهابية في سوريا بالمضحكة، داعيا إلى تعزيز التعاون لمحاربة الإرهاب. وكان أردوغان قال إن بلاده تملك أدلة على دعم التحالف للإرهابيين في سوريا. دكتور مختار، تصريحات مثيرة للجدل وغريبة بعض الشيء، يعني صحيح. كيف قرأت هذه التصريحات؟ شوفي، تصريحات مثيرة للجدل وغريبة أن تكون ما بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أن قاعدة أنجريرك التركية هي القاعدة الأهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي، وأن تركيا دولة في حلف الناتو اللي بترأسه أو بتديره الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تركيا بدرجة أو بأخرى واضح أن هي بدأت تباغت الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي بالبحث عن مصالحها، وان مصالحها رأتها في التوافق اللي تم ما بينها وبين روسيا وما بين ايران. هي معادله صعبه ومعادله معقده، وحتى التهكم اللي بين الدولتين، لانه يعني بيقولوا يعني احنا عارفين المساله دفنين وسوا زي ما بيقولوا كده عندنا في مصر، فاحنا فاهمين من هو ارهابي ومن هو مسلح ومن هو معارض ومن هو تم مده بالسلاح ومن هو تم تقييده. دي اطار كلها. ويكفي ان منطقه الريحانيه على الحدود السوريه التركيه هي المنطقه اللي بتقوم الولايات المتحده الامريكيه بتدريب ما يسمى بالجيش السوري الحر، وانه معبر برشد بينار هو ده المعبر الاهم اللي بتخش منه قوات سوريا، الجيش السوري الحر، قوات سوريا الديمقراطيه، جزء كبير جدا من الاكراد، البشمركة اللي جايين من العراق، جزء كبير جدا من الميليشيات الشيعة، اذا كان عصائب اهل الحق او فيلك بدر او قتائب ابو الفضل العباس او سرايا السلام او قتيبه النجباء وغيره. فالمسألة بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين تركيا الغاز، لكن المسألة أنا أخشى ما أخشى أن تكون تركيا أخذت الطريق اللي إلى حد كبير جدا يبعدها عن الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستغنى عنها بسهولة.